صغير رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي. بعض الأعمال الإصحاح الثالث. إحنا اللقاءات السابقة
في قانون مطابق لكل فعل رد فعل.
واحنا نعرفه منين؟ هو اللي بيظهر ازاي فينا؟ من خلال الكتاب اولا. فبنعرف من هو وازاي حبانا. يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. يعني هو كده أحبنا وحب عظيم جدا حتى إن بذل الفكري
ما يحصلش نفسه في الموقف ده بيتذكر بقى التاريخ
history بتاع البلد اللي قدام. فيقوم الموقف دايما صغير خالص مش مشهور ولا حاجة. كان عندنا في الدير أب رائع كبير شوية، وكان في أب أصغر منه بس كان شاطر أوي في الطبيخ وهذا الأكل وكده يعني. فأبونا الكبير شوية دوت ما يعرفش يعمل سمك، لما يزرع سمك ما يعرفش يعمل. فأبونا الصغير الشاطر دوت محبة الآخرين يبقى رصيد.
زائد العالم الذي
هو بيحبني هذا الإله المتجسد في حبي
وبالتالي عقد
ألف رحلة بقدمهم. فأحيانا الناس الكبار في السن النفسية بتتغير شوية، بيبقوا حادين شوية حتى مع أولادهم. عشان كده بقول لك أولاد لو هتلاقوا ناس زي كده يبقى عقلهم كبير. نستحمل إن الإنسان بيمر بتطورات في الشخصية، فبتبقى طبيعية في المرحلة العمرية دي. فبيقول الراجل ومراته، الراجل بدل ما يشكرها يفضل يشكر فيها ويحزقها. قلت لها انت ما استعملتيش حد عملي، ويفضل ايه يبقى فرحان انا رايح اشتغل بكره ويفضل كده. قال فجأة حكيتي، فهو بيحكيلي بيقول لي لما حكيتي كده فبقول لها خلاص لو مش عايزه تروحي ما تروحيش تاني. لكن ازاي يقول انا لازم اروح؟ يعني هتروحي بعد القعدة ده؟ لأنه ده هي دي البركة اللي بأخدها، هي دي البركة اللي إيه؟ اللي هي عايزاه. وهنا النصائح الأخلاقية، الواحد ما يدورش على الحاجة اللي لفت فيها شغل كله، بس كل ما تستوفيت خيراتك على الأرض. لكن كل الواحد لما يكون أهله محظوظ، الشاطر هو اللي إيه؟ يحوش الحاجات دي. ايه اللي بيخلي ايه الطاقة دي بتيجي منين؟ من أين تأتي هذه الطاقة؟ طاقة الحب التي تصل للألم. نرجع لذلك أعرفه وقوة قيامته وشركة إيه؟ آلامه متشبها بموته. هنا بقى قمة الحب حتى لو وصل للموت. زي ما بيقول الكتاب كده، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ومعلمنا بولس يتغني يقول له من اجلك نمات كل النهار وقد حسبنا مثل غنم للذبح. من اجلك نمات كل النهار وقد حسبنا مثل غنم للذبح. يقول حاملين في الجسد كل حين إمامة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. يا ترى الكلام ده كلام رنان كده وبس؟ لا، كلام صح وعاش. هنقول اللهم ده معلم، ده خلص الرسول، ده رسول صح. هو قال كده، لكن مازال الى يومنا هذا الله هو امس واليوم الى الابد. وحبله دائما ورد فعل من البشر مربوط في كل جيل ومن ناس متنوعين. يمكن شفته أكبر مثل أنقاري، والناس كلها شافته، شوية الشباب الوسطاء اللي كانوا في ليبيا. ما أسهل إن أي واحد فيهم كان ينمو من كل هذا الأمر لو أخبر المسيح. ما أسهل بكلمة، ولكن كلام المسيح
وفي الشتاء أيضا نرى الله
بيكون سبب فشلنا، عشان كده الرسالة بتاعت